هجرة الكوادر الطبية من مدينة حلب كانت سبباً كافياً لدفع بعض الشباب والشابات لسد الثغور الناتجة ومحاولة تعويض النقص الحاصل للعاملين في المجال الطبي عن طريق التسجيل بمعاهد طبية في المدينة. معهد عمر بن عبد العزيز الذي أنشأه أطباء مختصون وبرعاية من المجلس الطبي في مناطق سيطرة الثوار بحلب لتدريب وتأهيل هؤلاء الشباب وتوزيعهم على المشافي الميدانية. نتيجة نقص الكوادر التمريضية والصحية في المشافي نشأت فكرة تأسيس معهد تمريضي في حلب لرفض المشافي والمراكز الصحية بممرضين، وفعلا اتخذ قرار من إدارة المجلس الطبي في 15/11/2014 بتأسيس أول معهد تمريضي في مدينة حلب. حاليا عندنا 31 طالب وطالبة عم يدرسوا وفق مناهج علمية جيدة، نفس المناهج العلمية اللي كانت تدرس بمدارس النظام، عم يتدربوا على أيدي أطباء ومدربين مختصين. تدريبات نظرية وأخرى عملية يشارك فيها 31 طالبا وطالبة يتلقون فيها المناهج العلمية المدرسة في الجامعات السورية ضمن دورة لتقديم خطة كاملة من الناحية التمريضية من خلال الجولات التي يقومون بها على المشافي خلال عامين تقريبا. خطة تدريبنا بهذا اليوم انه نشوف مثلا قسم الجناح، نشوف ايش طبيعة مرضاته. طبعا المشافينا حاليا 3/4 للأسف هي كلها مرضى جراحيين، فنحن عم نشتغل على اساس انه هدول مرضى جراحيين، عم نعلم طلابنا شلون يتعاملوا مع هدول المرضى، شلون نقدم لهم خطه رعايه تمريضيه كامله، وقت ما بدخل عندي المريض من اسعاف حتى يطلع على العمليات، وبعد العمليات يوصل عندي على الجناح، فانه تتقدم له خطه كامله من الناحيه التمريضيه. عندنا اليوم مريض طالع من العمليات وعم نتعلم كيف بدنا نقدم له العمليه التمريضيه مع الخطط والاهداف اللي لازم نصلها لهذا المريض، ونتلافى اي خطا موجوده. المشافي الميدانية والمراكز الطبية التي يعتبرها النظام هدفا رئيسيا في حربه ضد الشعب السوري وتدميره لمعظم المشافي، كان لابد من بذل جهد مضاعف من قبل الكوادر الطبية المتبقية لإنقاذ حياة من تبقى من المدنيين في هذه المدينة المنكوبة. أحمد أبو الجود لأخبار حلب اليوم، حلب.